أنه لا يمكن أبدا أن نسمح بأن يكون كل هذا الشعب، الأحزاب والهيئات والائتلافات والمترشحين للرئاسة وعموم الشعب قد طالبوا بأن تجري الانتخابات الرئاسية قبل آخر إبريل، وأن تكون الانتخابات البرلمانية قبلها قد تمت، وأن أنه لا بد أن يتم تسليم السلطة قبل آخر إبريل، وأن يعود الجيش جيشا كما كان موقرا، وأن تعود البلد لأهلها. لا يمكن أن تكون كل هذه الطلبات قد أجمع عليها الناس جميعا في اللحظة التي تمتهن فيها كرامة كل مصري. يبيت الجاسوس الإسرائيلي تحت سلطة انتخبها وهو الذي اختارها، ويبيت الشعب المصري تحت سلطة تفلت الجواسيس جاسوسا بعد جاسوس. ويصل الأمر مع الأسف الشديد، كما قلت لكم، إنهم لا يفرجون إلا عن 25 سجين مصري، مع أن هناك حوالي 50 أو 60 سجين مصري آخر على الأقل، لكنهم يدخرونهم حتى يفلتوا بهم جواسيس آخرين. لن يبقوا إلى السنة بعد القادمة، ولن يبقوا بعد ذلك حكاما على هذا الشعب. نحن أيها الإخوة، كما أن كل واحد منا خادم في شعبه، وكما أن كل سلطة تمارس دورها خدمة للشعب، وكما أن القضاء يصدر أحكامه خدمة للشعب، يجب أن نعلم أن السلطة هي سكرتارية عند الشعب وخدمة على الشعب عند الشعب. نحن أحرص الناس على أن نقاوم غلاء الأسعار والبطالة والتعطل، نحن أحرص الناس على إيقاف الانفلات الأمني، نحن أحرص الناس على أن نكفل أجواء الهدوء حتى تنجح الانتخابات البرلمانية، لكن أن نهدئ مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة. وقد قدمنا لهم في جمعة 30/9 ثم 17 كنزا ثمينا بهذا الشأن، فإذا بهم يستخدمون استجابة الناس للتهدئة لكي يعلنوا أنهم سيستمرون إلى السنة بعد القادمة. لا يمكن أن نكون مغفلين إلى هذه الدرجة. إن الذي يفسد البورصة، والذي يجعل الغلاء، والذي يسبب الانفلات الأمني، والذي يجعل الناس بسرعة عايزين يعملوا وقفات احتجاجية، هو أنهم فوجئوا أن مجلس القوات المسلحة يعلن في صفاقة بالغة: بل سأبقى على رؤوسكم حتى السنة بعد القادمة. هذا هو ما يفسد السوق وما يوقف عجلة الانتاج. وبقينا هنا في الميدان جالسين على الرصيف، لا يهمنا واحد ولا عشرة ولا يهمنا عدد، بقينا جالسين هنا وعندنا 28 وفد يتحركون في كل مكان. جاءتنا نتائج، ونحن قد نعلن الاعتصام الليلة، وقد نعلن الاعتصام. كل هذا وارد، وما قلته لكم هنا يا إخواني يوم 30/9 من أننا لا نريد أن نأخذ بليل، لا، إحنا بنقول للجالسين في البيوت: دعوا أصحاب الكرامة يؤخذون بليل، فلقد جادوا بأرواحهم مقدما. ويكفينا أن يشهد هذا البلد أن هناك أماجد لا يقبلون أن يداسوا بالأحذية، وأن تكون طلباتهم كالعدم حتى لو كانوا وحدهم في الميدان. وليكن ما يكون.
لكي يسمع صوتنا أننا سنحرس الانتخابات النيابية، وأن اللحظة التي ستصدر فيها السلطة أي قرار، احنا كلنا سامعين من دلوقتي وعارفين ان هناك مدبرات، ان هناك مدبرات ومؤامرات تجري من اجل الوصول الى الغاء الانتخابات البرلمانية، سواء كمعلومات وصلتني بقدر الله او كتحليلات. عارفين ايه المخطط انه يحصل في نوفمبر وديسمبر، لن نترك الامر ونخلي اللي قاعدين في بيوتهم زي ما هم عايزين، حتى يأذن الله لفجر هذه الامة ان ينبلج على نحو يرضاه ربنا. لذلك الانتخابات النيابية لابد ان تتم في توقيتاتها المعلنة، وعلى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان يتحمل انه هو المسؤول عن انهاء الانفلات الامني فورا، وهو يستطيع. ويكفيهم انهم كلما قيل بلطجية خرجوا الى الشوارع لا يقدمون ولا مرة واحدة تحريات مباحث عن اسماء رجال الاعمال اللي بينزلوا البلطجية. لذلك اقولها صراحة، جهاز المباحث والشرطة الجنائية لا يزال ضالعا في الجرائم في كل يوم، وهو يمنع نشر تحرياته من المجرمون الذين يكيدون للأمور. أيها الإخوة، نحن نريد للبورصة أن تستقر ولعجلة الإنتاج أن تدور، نريد للقمة العيش للغلاء أن يتوقف، نريد أن نوفر جو الهدوء الكامل. من عنده كرامة يقبل هذا الكلام؟ عشان كده يا اخواني عليهم ان يعلموا حجمهم امام الناس، او على الناس ان يعلموا حجمهم انهم اقل من ان يقاوموا الطغيان.